وللاطمئنان على الأحوال الجوية وتقلبات الطقس خلال الأيام القادمة، تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان، تحياتنا لحضرتك. يعني ممكن تطمنينا وتطمني السادة المشاهدين على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتوقعاتكم لسقوط الأمطار والأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها؟ اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل صدر بيان من الهيئه العامه للارصاد الجويه باول منخفض جوي تتعرض ليه جمهوريه مصر العربيه في خريف عام 2022، ويمكن علشان كده في اهتمام واضح من كافه الجهات المعنيه في الدوله، لان دي هتكون اول حاله عدم استقرار بتشهدها جمهوريه مصر العربيه. بدا اليوم هذه الحاله بدات على المناطق الغربيه برمال واتربه ومساره، ادت لانخفاض الرؤيه على مناطق من مطروح واسكندريه وبرج العرب وايضا سيوة والواحات البحريه والداخله والفرافره، وطبعا بدا سقوط امطار خفيفه على مناطق من الاسكندريه ومطروح. المتوقع مع مساء اليوم ان شاء الله تبدا تدخل السحب على المناطق المختلفه من السواحل الشماليه، هتاثر بامطار متوسطه ممكن تكون رعديه في بعض فترات الليل على محافظات تحديدا مطروح اسكندريه ثم قصر الشيخ والبحيرة ثم تمتد لمحافظة الدقهلية والغربية. أما محافظات جنوب الوجه البحري زي الشرقية والمنوفية والقليوبية هتسقط أمطار خفيفة ليلة اليوم وفجر غدا الأحد إن شاء الله. أيضا القاهرة الكبرى متوقع سقوط أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية في بعض فترات الليل وهتستمر معنا ليلة اليوم السبت إن شاء الله وأيضا فجر الأحد بإذن الله. فالأمطار تعتبر أمطار متوسطة على المناطق الشمالية وأمطار خفيفة على المناطق الداخلية زي جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى. أيضا هذه الأمطار هتستمر معنا غدا الأحد صباح الأحد تحديدا على المناطق الشمالية وأيضا محافظات القاهرة الكبرى، ممكن تمتد إلى بعض المناطق من شمال الصعيد لكنها كلها أمطار خفيفة إن شاء الله غير مؤثرة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. التأثير الأكبر هيكون على المناطق الشمالية وهي حتى الآن تعتبر أمطار متوسطة ورعدية. هذا المنخفض الجوي بيتكون في البحر المتوسط بدأ يأثر بالفعل على اليونان وجزيرة كريت وبيأثر بأمطار شديدة الغزارة وفيضانات، لكن مع دخوله للأجواء المصرية هتبدأ حدته تقل تدريجيا ويأثر على المناطق من الشمالية من البلاد. وسقوط الأمطار متوقع يستمر معنا الاثنين والثلاث لكن هيكون على المناطق الشمالية فقط. وطبعا احنا مع حضراتكم اول باول وهتعود درجات الحراره الى سابق عهدها يا دكتوره ايمان ولا هتستمر الحراره في انخفاض بعد ذلك؟ طبعا الحراره اليوم زي ما احنا كلنا ملاحظين في ارتفاع في درجات الحراره، وده اللي هيعمل على تكون السحب الرعديه وهنشعر بضربات البرق والرعد هذه الليله بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحراره اللي اعلى من المعدل بحوالي من درجتين لثلاث درجات. لكن بدايه من غدا هيبدا يكون في انخفاضات تدريجيه في درجات الحراره. غدا المتوقع توصل ل 28 درجه العظمى على القاهره ثم 27 درجه مع نهايه الاسبوع. درجات الحراره اثناء الليل طبعا بدات تنخفض بشكل واضح وبدانا نشعر بالبرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح البكر. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.